في صورة أثرت فيا جدا وانتوا في في الملعب، عفوا في الطيارة، وبتعملوا الصورة دي، شايفها قدامك؟ مؤمن، كنا بنكلم مؤمن، بتكلموا مؤمن فيديو كول. كلمني على المكالمة دي. مؤمن احنا متعودين دايما كل بطولة بناخدها بنكلمه، يعني احنا في السوبر الافريقي اخر بطوله خدناها قبل بطوله افريقيا كلمناه برضو، وكنا معاه قبل البطوله كمان، يعني كنا بنتعشى مع بعض كده في التجمع مع بعض، فكنا معاه، فهو كان قال لنا ان شاء الله تاخدوا البطوله وتفرحونا وكده، فبعد البطوله كلمناه، فاحنا كل بطوله متعودين ان احنا نكلم مؤمن. صحته عامله ايه؟ كويس الحمد لله، احسن الحمد لله. انت ما لعبتش مع مؤمن؟ مع مؤمن؟ لا لا، حضرت مؤمن، حضرته. انا كنت موجود مع كابتن حسام البدري اول. أيوة. لما كان ماسك في الاهلي، فكابتن حسام قعد 3 شهور ومشي، ما كملش، فبعد كده بقى كملت مع مستر كارتيرون وكابتن محمد يوسف ولاسارتي وكده. فحضرت مؤمن. حضرت مؤمن، حضرت فتره صغيره مش فتره طويله يعني. نرجع بقى لبداياتك، وده دي صور من داخل الطياره، واجمل حاجه بتبقى المشاعر. فرحه حلوه بصراحه، بتبقى حلوه جدا بالذات طبعا. البطوله دي بتبقى غاليه جدا يعني. طبعا طبعا. والعشره بقى، ودي ثالث مره الاهلي يجيب البطوله سنتين ورا بعض يعني. حصلت في 2006 باين، و 5 و6 12 و13 و فبتتحسب للجيل ده يعني اللي موجود 20 و21 ان شاء الله السنه الجايه كمان باذن الله.